وصلنا دوك للليست نتاعنا اليوم وكيما قلت لكم قبيله ملي وصلت لتونس الماركه سكودا قدمت اون جام كومبليت كراهب صغار كبار دي اس يو في بتبيعها ما كان ناقص عندهم اون كومباكت كاتيجوري محبوبه ياسر خاصه في تونس وين نلقاو لي فولكسفاجن جولف بيجو 308 ولا سيات ليون واليوم نلقاو اون توت نوفيل كومباكت اللي باش نجربوها توا هي السكودا سكالا سكالا هي الكومباكت متاع سكودا نجم نقولوا الجولف متاع سكودا نفس البلاتفورم اما ارخص منها برشا وفي نفس الوقت اطول بعشرة سنتي تابعونا للاخر باش تعرفوا سوم كرهبتنا وخاصيتها لكم Un design façon Skoda, on a les codes stylistiques de la marque, des angles droits, une voiture anguleuse, Mercedes forme de la zoé en trapèze, il est machine à texter le calandre avec une signature lumineuse à la Snapple Carabazeda. Ou hâte à Meltelli, forme de la zoé, on a les lunettes arrière assez inclinées, ou on a un logo, majeur de fiblast ou le ktiba Skoda. Les angles droits qui m'ont dit que j'ai fait des dessins sur les jantes, j'ai vu que j'ai vu que c'est bicolore. Et le design est là, il y a un grand coup de 18 ou 19 pouces, mais c'est 17 pouces. Un design sobre à ma mesienne et pour ce tout nouveau Scala. Les hommes comme Tarfou et Skoda, Marouf Abhachtin, le chassiet et Mtéha, le Hajaloula, ou le Vda, il est majeur de Fiust Krahaba, Barcha Vda, Skoda, Tramon, pour le coacher à la Hura Feha, Hajafen, il a dit ma fille neuf seul Tochmem, Tabsehle le Mahit. عندنا لا فيلوزوفي اللي عيطوا له عن سكودا سيمبلي كليفر هما فازات يسهلوا برشا حكايات وكانوا موجودين على الكراهب الكل نلقاو مثلا بلاصه باش نحطوا فيها التيكي نتاع الباركينغ ولا نتاع البارك متر عندنا زاد ان انتونوار باش يسهل صابين الليكيد نتاع ليسوي غلاس وحاجه استعملناها برشا الايامات نلقاو صحابه في وسط الباب Mitro ou 37 centi, une grande compacte donc tuile à barcha ou l'avantage de m'teha, ou le coffre, kbir yesser, trou l'mta un break ou un 4x4, 400 ou 77 litres, b'tbia, c'est un record fait la catégorie heavy akbar coffre.
الوغ فما حاجه ما تبدلتش اللي هي سكودا ديما ملك فولكس فاجن. هذا نوتر افونتاج نتاع كهربتنا خاطر عندها الستيل نتاعها والسافوار فير تاع الجروب فولكس فاجن في البلاتفورم دونك لي موتوريزاسيون نفسهم وبتبيع الجوده من الداخل اللي طلعوا في وسط دي فولكس فاجن ولا سيات ياخذوا الفولون هذا الفلس نتاع الكليماتيزاسيون ولا البواط دو فيتيس. اما هوني عندنا اون بلاش دو بور توتالمون انيديت بالليكران هذا فاسون تابلت انتيغري في وسط الكونسول سنترال 8 بوص و بوكو دوبسيون خاصه في الفيرسيون هيفي ستيل بالديماراج سون كلي. عندنا في وسط الليكران الفونكسيون سمارت لينك نتاع ابل كار بلاي ولا اندرويد اوتو اي لي راكورسي على جنب الليكران باش يسهلوا استعمال نتاعو فوق الركاب. عندنا ان توا بانوراميك اللي ماشي على طول الكهرباء وحاجة مش عادية تحل بالعكس من التالي للقدام. سنت زادة اللي سهل وسيقتها الوماج اوتوماتيك دي فار كي تظلم الدنيا ديتكتور دو بلوي كي تصب جتي ولادو ديماراج ان كود كي نبداو في صعدة كيما توا مثلا كي نوقفو الكهرباء ما توخرش وكي ناكسيليري وزادة ما توخرش تخرج بسهولة. ديزاين تاع البلانش دو بورد البارتي هذه المخدومه حتى على جنب الكهرباء عندنا من توش دو كروم هوني مع البوني دو بورت مزيانه ياسر اي دو كونفور زاد الكريسي هذو مرتاحين فذا زاد حتى من التالي ان تري بون اسباس او جامب ان تري بون غارد اوتوا وعندنا زاد دي زيراتور. في تونس برشا منكم يسألوني على موتوريزاسيون 3 سيلاندر برشا ما يحبوهمش رغم اللي سوسون دو تري بون موتوريزاسيون يحبو لي 4 سيلاندر. يفرحوا عندنا في السكالا 1 ليتيس ام بي 4 سيلاندر اللي عنده 110 زويل والاستهلاك معقول 6 لترات لل 100 كيلومتر. موجودement une boîte automatique في الفيرسيون ستيل نتاعنا اليوم لا بلوز اوبسيوني. اما البواط اوتوماتيك هذه وحاجه هايله موجوده على لي فيرسيون الكل من لونتري دو جام من الفيرسيون اكتيف ليسكالا الكل في تونس دونك اون بواط اوتوماتيك والكهرباء غارونتي 3 سنين. Trois finitions aujourd'hui en Tunis en boîte auto donc qui m'a fait tout finition active ambition ou style ou بالنسبه للسوم السكاله يبدا 68 مليون و 980 دينار un prix très compétitif donc une voiture complète design شباب et bien optionnée ou عندها بزاف de vafiost. نكملوا حلقتنا في الشوغوم سكودا في حلق الواد وين موجودين برشا موديلات اخرين دي بروموسيون ان سو مومون كيما قلت لكم 3 فينيسيون نتاع السكالا منهم لامبيسيون هيفي دون اون تري بيل كولور غري بيرل نجمو تكتشفوها هوني ولا دون لي اجونس اوفيسيال سكودا في صفاقس وكرومبيليا وين نعطيكم موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه بور دو نوفو